برحب بيك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. معي في الاستديو المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. برحب بيك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. شكرا لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا سواء عن طريق الخطابات او عن طريق التليفون او عن طريق رسائل SMS او بيزوروا موقعنا، موقع برنامج حياتك في قصة www.lifestorytv.com. اذا زرت الموقع هتلاقي فيه الحلقات اللي يمكن شاهدتها او فاتتك قبل كده، كل الحلقات اللي اتسجلت تقدر تعمل لها تحميل للبرنامج وتحميل للقصص مكتوبة وتحميل للترانيم كمان اللي انت بتسمعها. فزور موقعنا واكتب تعليقاتك، اكتب قصة حياتك، واحنا بنعمة الرب سنتواصل معك. قصتنا النهاردة بعنوان سلام في أول إعدام. وقصتنا النهاردة بتكلم عن أول حالة إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية. أقر إمكانية الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976، وكانت أول حالة إعدام سنة 1982، وهي مارجي فيلما بارفيلد. مارجي فيلما بارفيلد اتهمت بقتل أربعة، مامتها، خطيبها، واتنين كمان. بتقول القصة الحقيقية أسف شديد كانت عندها مرارة تجاه مامتها تتهمها انها خاينة، وكمان خطيبها اتهمت انه خاين، فحطت دعت مامتها وخطيبها للعشاء وحطت السم في الطبق. وللأسف الشديد ان كانوا في اتنين تانيين مع الام ومع الخطيب، هم اللي اكلوا من الطبق المسموم وماتوا واتهمت بقتل اربعة. لكن اثناء السجن وقبل تنفيذ حكم الاعدام بدأت تقرأ في الانجيل اللي قدمها لها خادم السجن، وبجد تغيرت حياة فيلما بارفيلد تماما بعد أن تقابلت مقابلة شخصية مع المسيح. هتقول لي إزاي ممكن واحدة قاتلة تتغير؟ أيوة، ما اللص اللي كان على الصليب ده كان لص وقاتل وتغيرت حياته، وهي كمان تغيرت حياتها ودعت صديقة ليها مسيحية وقالت لها أنا متأكدة أن المسيح سكن في حياتي، بس عايزك تديني بعض الآيات من الإنجيل اللي تشجعني وأنا رايحة في طريق الإعدام. صديقتها قالت لها يا فيلمة هقرأ لك آية، وقالت لها الآية الرائعة اللي موجودة في يوحنا الأولى 1:7، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وقالت لها خلي بالك من كلمة كل، دم المسيح بيطهرنا من كل خطية. قالت لها بس أنا قتلة. قالت لها مثل جميل صديقتها المسيحية، قالت لها وانتي على شاطئ البحر مش بتلاقي احيانا في ثقوب صغيرة وثقوب كبيرة عملتها الحيوانات البحرية؟ يعني حيوان صغير يعمل ثقب صغير، حيوان كبير يعمل بيت كبير. قالت لها اه. قالت لها لما بيجي المد والجزر المية بتغطي الثقوب الصغيرة ولا الكبيرة؟ طبعا المية بتغطي ده وده. قالت لها كده دم المسيح بيغسل بيطهر من كل الخطية، حتى إن كانت قتل أو زنا أو مخدرات أو سرقة زي الكذب. الخطية دي والخطية دي علاجها واحد، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ويقول التاريخ إن أول إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية كان فيه سلام عجيب. فيلما بارفيلد وهي رايحة للإعدام كانت بتقول أنا متأكدة إن في سلام الله الكامل، ورنمت وذهبت إلى الإعدام وبعدها تقابلت مع المسيح. قصتنا النهاردة بعنوان سلام في أول إعدام.
سنستكمل هذه القصة معا بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة التي تتحدث على نفس هذه الآية: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فابقى معنا بعد الترنيمة الحلوة اللي هتسمعها من المرنم الرائع منير حبيب. ربي في ستري دماك يا حبيبي، من فداني إذ قضى فوق الصليب. قد وجدت فيك غفران ذنوبي وغطاء الحب يخفي لي عيوبي. ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك يا مناصي. قد غفرت لي شروري والمعاصي، لست أخشى اليوم من أي قصاصي. صرت حصني صرت ملجئي خلاصي. ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك يا يسوعي. بحنانك تكفكف دموعي، أنت تحميني من الشر المريع، ثم تهدني إلى المجد الرفيع. ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك يا رجائي. أرفع الرأس بفخر في السماء، يكمل فرحي هناك في العلاء، ومع الأبرار أشدو بالثناء. ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك، ربي في ستري دماك. نعم، ربي في ستر دماك. دم المسيح بيعمل ستر، بيعمل غطاء، بيعمل كفارة، علشان كده بيصنع سلام. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، قصتنا النهاردة بعنوان سلام في أول إعدام. أول إعدام في الولايات المتحدة 1982 أعدمت فيلما بارفيلد، ولكنها تقابلت مع المسيح قبل الإعدام وقالت بالحرف الواحد: إن سلام الله يملأ قلبي وأنا ذاهبة للإعدام. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أتمنى لك حياة مليئة بالسلام، ولكن الحياة مليئة بالمفاجآت. وأصلي لأجلك أن يملأ حياة أن الرب يملأ حياتك بالمفاجآت السارة، ولكن الحياة أيضا فيها مفاجآت غير سارة. كيف تواجهها؟ كيف تواجهيها؟ كيف أواجه مفاجآت الحياة دون سلام الله؟ مش لازم يكون إعدام، بس في مفاجآت غير سارة زي المرض، زي الإفلاس، زي فقدان الأحباء، زي الرحيل، زي الخيانة، وهكذا. هذه الأحداث التي تدوي في حياتنا من حين للآخر تحتاج إلى سلام الله. لهذا سأقرأ لك آية جميلة قالها الرب يسوع المسيح ليلة ما هيذهب للصليب
ويغادر أرضنا في إنجيل يوحنا وإصحاح 14 وعدد 27. وأتمنى أنك تحفظ هذه الآية معي. قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يعني سلام العالم سلام وهمي. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. قال المسيح، ركز معايا، سلاما أترك لكم ثم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ودي ثلاث نقط. النقطة الأولى سلاما، ماذا يقصد المسيح حينما قال سلاما أترك لكم؟ يقصد السلام مع الله. في رسالة رومية وأصحاح 5 وعدد 1، إذ قد تبررنا بالإيمان، بالإيمان بعمل المسيح أنه ذبح لأجلنا لفداءنا، أنه حمل خطايانا في جسمه على الخشبة، أنه مات، أنه دفن، أنه قام في اليوم الثالث، كما هو مكتوب في رومية 4، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. يعني سلام مع الله؟ يعني اتصالحت أنت وربنا. مكتوب في كورنثوس 2:5: أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطاياهم. مادد إيد المصالحة ليك، صانعا الصلح بدم صليبه. كولوسي 1. يعني ربنا ذبح، يعني أقول بكل، قدم المسيح ذبيحة بدلا مني ومنك. زمان في القبائل كانوا علشان يعملوا صلح، وحتى في مثلا في بئر 7 في الوقت اليهودي كانوا يقدموا ذبيحة ويقسموها نصين علشان تكون مصالحة. الذبيحة اللي صنعت لنا الصلح بيننا وبين ربنا هي ذبيحة المسيح. دي سلاما أترك لكم، لكن سلامي أعطيكم هي سلام المسيح الشخصي. المسيح مكتوب عنه: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعون اسمه عجيبا مشيرا إلها. هتقول لي هو ابن ولا إله؟ هو الله الظاهر في الجسد. يدعون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو ملك السلام، هو رب السلام، فبيديك سلامه الشخصي. يعني المسيح كان يبقى نايم في السفينة والدنيا حوالينه كلها أمواج وعنده سلام، يديك نفس السلام. لكن ختم المسيح كلامه: سلاما أترك لكم، أي سلام مع الله، سلام يعطيكم، أي سلام المسيح الشخصي. بس بص عليه: ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لأن سلام العالم مزيف. مكتوب حينما يقولون سلام وأمان يفاجئهم الهلاك بغتة. عزيز المشاهد، أختي المشاهدة، قل له: يا رب عايز أتمتع بسلامك. يا رب أنا في عداوة مع نفسي ومع الآخرين لأني في عداوة معاك، أنا بقبل سلامك. أرسل إلي، أرسل إلي، سأرسل لك هدية مجانية، كتاب حياتك في قصة، سلسلة من الكتيبات. وسأرسل لك المرنم الحلو أيضا منير حبيب، سي دي ترانيم الجميلة اللي انت بتسمعها في البرنامج. أتركك في رعاية الله وفي سلامه لتمتلئ من سلام المسيح. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. دي قصة حياتي، شايفها يوماتي. دي قصة حياتي، شايفها يوماتي، حاسسها في أماني.